اقول يبا نجله شلون الجامعه وياك؟ نجله ابوك يحاكيك؟ ليبا قاعد اقول شلونك مع الجامعه؟ زينه تمام الحمد لله. صراحه مجال التسويق اللي داشه فيه والتخصص هذا له مستقبل جميل، انا ادري راح تستفيد منه. هي انت ما لغير تخصصي مو عاجبني. ليش بعد؟ ماكو مليت، يمكن احول محاسبه او اداريه او ما ادري ما ادري اي شيء، اي شيء ثاني. ايش هالحكي هذا؟ ما تحكين ما تقولين شيء؟ والله عاد هذا مستقبلها وهي حره. يا يبا يا نجله يا حبيبتي كذي راح تاخرين من الجامعه انت. ولي يكون هي ميته على الوظيفه. الحين انت بدل لا تشجعينها وتاخذين بيدين تقولين اي والله خوش تخصص كملي، شي تقولين؟ واي احمد انت طلبت رايي وانا جاوبتك. بس مجال التسويق بهالوقت هذا له مستقبل حلو، انا ادري. وعد كيفها؟ ويوم عن يوم كانت نجلة تتعلق بسعود أكثر وأكثر. حسيت أنها حبتها صج صج من قلب حبتها. خالد يبا ذبحتني بطلت راسي، روح العب بالحوش. لحظة خل أراويك الحركة الصاروخية. صاروخ إن شاء الله في راس عدوك ذبحتنا. حين أراويك يا الهيس. أوقف يا قلت لك بردك غصبا عليه. ظنات يا يم ظنات وظنا. ما خاف بس يقعد يصارخ علي هناك ويسوي لي شيء. وش دعوه بيعصب ويهاوش؟ لا يا يما انت الحين حامل اسم الله عليك. بيسوي لك دهينه لا تنكتين وبتشوفين. بس عاد انت تحملي شويه، الريال قاعد يدرس ودراسته صعبه. صرت دكتور. دكتور بالجامعه؟ اي يما صدق على طاري دكاتره الجامعه، سمعت انه في دكتور كليه العلوم يدور له على مره، بس ها عاد اهم شيء اصلا فصلها. اصل امها يما. صادقه ترى الحب يطلع على بدره. ايه ما ينلمون بنات هالوقت يخرعون. والام السنعه تربي بنتها على السنع. يلا يما يلا توكل على الله توكل على الله. امين على شيء يما؟ لا يا يما بسلامتك، بس لا تشيلين شيء ثقيل. ايش فيك الله يهداك؟ هن قومي ساعدي اختك ودي جنطتها برا. يلا ديري بالك. شاوي عاش فيها. انت ما تسمعين؟ ما تقومين؟ قومي شيلي جنطة اختك. هندو